الموت يفجع الشاف شوميشا في أعز الناس. إليكم التفاصيل. بكل حزن وأسى، الشاف المغربية الشهيرة شوميشا الشافعي أعلنت عبر ستوري حسابها على الإنستغرام عن وفاة أعز وأقرب الناس على قلبها. فبعدما فقدت والدها العربي الشافعي قبل عامين، اليوم تفقد الشاف شوميشا والدتها التي توفيت صباح هذا اليوم. وقد أعلنت ذلك شوميشا عبر ستوري حسابها على الإنستغرام، حيث نشرت تدوينة قالت من خلالها: انتقلت إلى رحمة الله فجر يوم الجمعة والدتي الحبيبة، اللهم ارحمها واغفر لها واجعل مثواها الجنة، اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، اللهم أسألك الصبر والسلوان لي ولإخواتي وأهلي، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويشار إلى أن شوميشا الشافعي من أشهر مقدمي برامج الطبخ في المغرب، وبزغ نجمها من خلال برنامج شهوات شوميشا وشهوات بلادي. وتعيش شوميشا المنحدرة من إقليم سيدي حجاج حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقوم بتسيير أحد أفخم المطاعم المغربية بمدينة دبي. وللإشارة فقط، فإن شوميشا في الأشهر القليلة الماضية قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورها وهي عروس رفقة زوجها. قيل بأنها تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال مغربي. ولأن شوميشا متكتمة عن حياتها الشخصية لم تتكلم في هذا الموضوع،